في ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن وزير الدفاع جيم ماتيس يزور الأردن وتركيا وأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر. من المقرر أن يبدأ ماتيس جولتهم للأردن حيث يلتقي مع الملك عبد الله، بذلك سوف تكون هذه أول زيارة لماتيس للأردن كوزير للدفاع. يسافر بعدها إلى تركيا شريكة بلاده في حلف شام الأطلسي للقاء مسؤولين أتراك، وسيلتقي في كييف مع وزير الدفاع الأوكراني ورئيس بيترو بورشينكو.